استاذ وليد، الو. ألو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ وليد، اتفضل. عندي طفل عنده 4 سنين. أهلا وسهلا بحضرتك. عندي طفل عنده 4 سنين، عنده حساسية على صدره. رحت كشفت له كتير وتابعت مع دكاترة، بس بترجع الحساسية في الشتاء أكتر. أما بيبرد أو بياكل أي حاجة ضد الحساسية بتزيد معاه. فدكتور قال لي كتبنا على مواد على الشعب الهوائيه، وقال لي هو هيعدي سن معين، فتره معينه 6 أو 7 سنين، وهتلاقي الحساسيه اتشالت لوحدها، او ممكن تكون وراثه او اي حاجه من العيله. ومفيش حد عندنا مدخن او اي حاجه زي كده. طيب تمام. هو حضرتك ايه انواع الادويه اللي الطفل اخذها؟ بخاخات مثلا؟ لا، امال اخذ بس ادويه شرب؟ لا، هو بياخد حاجه اسمها مينوفيلين، موسعات للشعب النووي. بس استاذن حضرتك، بلاش اسماء ادويه. اشكرك. موسع شعب هوائيه. تمام. طيب هو يعني برضو سؤاله مهم جدا. هو الطفل دلوقتي عنده 4 سنين وبيشتكي من الضيقه والتزييقه، هل الاعراض دي بس اثناء البرد ولا كمان ما بين نزلات البرد؟ لو هي كمان ما بين نزلات البرد يبقى ده مريض حساسيه. لو تزييق او ضيق في التنفس بيجي فقط بس مع ادوار البرد، يبقى لا، دي التهاب فيروسي وبيدي اعراض تشابه جدا الحساسيه. لو فعلا طفل عنده حساسيه وبيعاني اثناء الادوار البرد من الضيق، ده بيحتاج علاج استنشاقي. ادويه الموسعات للشعب الهوائيه بتبقى الحقيقه زي ما بتروح الصدر، بتروح كل مكان في جسم الطفل، تروح الكبد، القلب، العين، كل مكان، انها بتنتشر عن طريق الدم. فالافضل والاسلم للطفل ده ان هو ياخد حاجات استنشاقيه، والنوع بتاعها والطريقه اللي هياخدها حسب سنه. يعني ممكن ياخدها عن طريق جهاز بخار، ممكن عن طريق بخاخه، ممكن عن طريق باودر جاف. فالبخاخات والاستنشاقات دي امنه جدا جدا، خصوصا في الاطفال، لان هو في فتره نمو. كل دي بتعمل مشاكل في الأجهزة الأخرى. إن هو بقى بتجيله الموضوع ده تاني بعد ما بيتعرض لحاجات تثير الحساسية أو أدوار البرد، ده شيء طبيعي. علاج الحساسية بيشيل الأعراض وبيشيل الخلايا اللي اتكونت، لكن ما بيدينيش جارانتي، مديش ضمان إن مش هتيجي أزمة تاني أو لا الأزمة هتيجي. هي كده، هو الديفينيشن بتاعها، هو التشخيص بتاعها كده، انها بتيجي نوبات من ضيق التنفس والكحه والافرازات والبلغم لما البني ادم يتعرض للحاجات دي، والا ما بتبقاش حساسيه. طيب دكتور، بستاذنك وبستاذن الساده المشاهدين، هنخرج لفاصل سريع ونرجع على طول نكمل مع حضراتكم الحلقه. خليكم معانا.